تحديد ومتابعة الصحف لكثير من الأحداث اللي تابعناها مع حضراتكم على مدار الأيام القريبة اللي فاتت. ومعانا في هذه الجولة الصحفية الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الحكيم الشامي. صباح الخير وأهلا بحضرتك. لا صباح الخير. أهلا بك أستاذ عبد الحكيم. نبتدي مع حضرتك ومع السادة المشاهدين هذه الجولة الصحفية من المصري اليوم. والميادين تتمرد ضد مرسي، مظاهرات في القاهرة والمحافظات تطالب بإسقاط النظام، وإسلاميون ينضمون لحملة سحب الثقة. أولا أستاذ عبد الحكيم، يعني كيف تقرأ تظاهرة الأمس ودلالة هذه التظاهرة والمطالبات بإسقاط النظام؟ هل هذا أمر مقبول أو هذا أمر منطقي المطالبة بأن يكون هناك انتخابات أيضا رئاسية مبكرة؟ يعني طبعا التظاهر حق مشروع لكل إنسان، وهذا من ثمرات ثورة 25 من يناير، ولا أحد يستطيع أن هو يمنع أي مواطن من التعبير عن رأيه في أي وقت بطريقة سلمية ومحترمة. أما قضية إسقاط الرئيس فنحن إزاء يعني عمل يمكن غريب من نوعه، لأن ليس هناك في ديمقراطيات العالم من ينادي بإسقاط رئيس منتخب وبسرعة شديدة. والمشهد امبارح الحقيقة كان بيفسر شكل من أشكال الاحتجاج، لكن أن نصل إلى نقطة أن احنا نطالب بإسقاط الرئيس فده عبث، أنا بعتبره نوع من العبث السياسي. لو حتى كان لنا أي انتقادات أو أي تحفظات على النظام الحاكم، لكن هذا لا يعني المطالبة بإسقاطه. نعم، احنا نترك النظام إسقاط بعد انتهاء المدة، نعم ياخد المدة بعد تجديد الثقة لفترة رئاسية. والإسقاط حضرتك يتم بآليات ديمقراطية، يتم عن طريق صندوق الانتخاب، مش بطريقة يعني عشوائية أو هكذا. يعني لأنه لو احنا افترضنا جدلا ان كل واحد بينادي باسقاط النظام او باسقاط الرئيس وتم ده بطريقه ما، فاذا سيتحول البلد الى غابه، يعني الى منطق وجهه نظرهم غريب. الثوره ما زالت مستمره ونحن بحاجه الى التغيير، وان هناك اخفاق في التعامل مع الكثير من الملفات والقضايا. خلينا نسال في المقابل، طب المطالبه بانتخابات رئاسيه مبكره، متى تحدث الانتخابات الرئاسية المبكرة بالنظر إلى تاريخ الرئاسات؟ يعني الانتخابات الرئاسية المبكرة تحدث عندما تكون هناك أزمات تستعصي على الحل وأزمات كبيرة، لكن النظام الحالي في طور نقدر نقول تجربة ديمقراطية أو حركة للأمام أو خطوات بداية لتأسيس نظام ديمقراطي حقيقي، وفي محاولات لتحسين الحالة الاقتصادية ومحاولات لتحسين الأحوال المعيشية. ولا ننسى أنه هناك إرث كبير جدا من الفشل السياسي والاقتصادي والاخره، فليس معقولا انه ما تم في 40 او 50 سنه حنيجي احنا نصلحه في 5 أو 6 أشهر. يعني لابد ان ياخذ الرئيس وياخذ النظام وقته او مدته القانونيه حتى نستطيع الحكم عليه. المطالب الثانيه، هل يبدو احد من هذه المطالب من وجهه نظر حضرتك يا استاذ عبد الحكيم في المتناول؟ يعني كان في كلام عن دستور جديد، مطالبات بالافراج او باطلاق سراح المعتقلين السياسيين وغيرها من المطالبات، هل ممكن يكون في مجال لتحقيق بعد هذه المطالبات؟ ينبغي ان يعني ان نفعل دوله القانون. اذا كان هناك من تم اعتقاله على اسس غير قانونيه فينبغي اطلاق سراحه، وهذا امر يعني بديهي. مساله المطالبات بلا شك هناك مطالبات مشروعه، وفكره تعديل الدستور كانت طرحت في الدستور نفسه عندما اقر، يعني كان متاح لكل من له وجهه نظر ان يضع ما يشاء من مواد او رؤى ثم تعدل عن طريق البرلمان المقبل، لانه في اليه في الدستور نفسه بتسمح بتعديل الدستور عن طريق مجلس الايه النواب. فليس هناك مشكلة على الإطلاق في أنه كل المتعاطين السياسيين، مشكلة أنه ما كانش في مائدة حوار حقيقية بين الرئاسة من جانب والمعارضة من جانب آخر، ودي كانت النتيجة الطبيعية. لا ممكن أن يكون هذا ما روج له أو سوق له. الحقيقة لا، يعني هو كان في طبعا يعني كان في محاولات وقنوات مفتوحة للحوار، لكن المواقف السياسية احنا حتى الآن لم نحصل على أدلة أو معلومات تقول أنه لماذا فعل فلان كذا في وقت كذا. يعني قضية الانسحابات من التأسيسية مثلا البعض يراها غير مبررة، والرئيس أكثر من مرة نادى بالحوار وفتح المجال للحوار مع قوى المعارضة. فاللي ينسحب من يعني الحوارات أو يبني على رأيه الشخصي أو يبني على معلومات خاصة به أو على مواقف خاصة به كلام عن انه ان مجالات الحوار
مغلقة أو إنه هو لم يحصل على حقه على حقه في الحوار. ده كلام يعني ما أعتقدش إنه هو صحيح بنسبة 100%. طيب إحنا بننتقل إلى جريدة الشروق وتمرد تعيد أجواء المظاهرات إلى الشارع، هتافات مناهضة في الميدان ضد أخوانة المؤسسات واشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس في مصطفى محمود. يعني ما زال الحديث أيضا عن تظاهرات الأمس والدعوات لإسقاط النظام. الحقيقة قراءة المشهد أمس وتغطية الصحف له اليوم توحي بشيء من المبالغة. يعني أنا كتبت مقال في المسألة دي بقول إنه طبعا المظاهرات ليست كمظاهرات سابقة من ناحية العدد ومن ناحية الحشد ومن ناحية المطالب، إنما التغطية الإعلامية اليوم في كل الصحف تقريبا فيها شيء من المبالغة، يعني توحي للقارئ أو توحي لل... في عنوان لفت نظري تمرد تعيد المظاهرات إلى الشوارع من جديد. يعني هل حضرتك شايف إن في مبالغة في التصوير ما كان عليه جمعة الأمس؟ والحقيقة كان في بالتزامن معها للأسف كان في بعض الاشتباكات وأحداث العنف اللي حصلت في كوبري قصر النيل بين قوات الأمن وبين مجموعة من الشباب. وللأسف طبعا التعميم ده أسلوب غير مهني، يعني فكرة إن أنا المظاهرات في كل المحافظات أو المظاهرات في الشوارع أو في شكل من أشكال المبالغة في المعالجة الصحفية للموضوع، لكن ده مش معناه إن إحنا نتجاهل مثل هذا الحدث أبدا. إنما النتيجة إنه يعني فكرة ان احنا يبقى فيه شكل مشكلة المعارضة السلمية الصحيحة او الصحية التي في صالح الوطن اهلا وسهلا بها لا بأس من ذلك. واسمحي انا لحضرتك المعارضة الصحفية لأزمة الجنود السبعة المختطفين في رفح، في جريدة الاهرام العنوان تحديد اماكن الجنود المختطفين وتوقع الافراج عنهم خلال ساعات، ومشايخ سيناء يفاوضون الخاطفين وحدهم محكوم عليه بالاعدام، والاجهزة الامنية تتعامل باقصى درجات ضبط النفس لحماية الجنود. ايضا هناك مطالب كان وجهها الخاطفين للقوات الامنيه، يعني مدى مناسبيه المطالبات دي للتحقيق او الاستجابه في اللي هتخرج بيه الازمه. المساله دي تتعلق الحقيقه بهيبه الدوله كمفهوم، لانه الدوله صحيح. منذ الثوره حتى الان ما زال هناك نوع من الارتباك ونوع من الضعف في الاداء الامني اللي هو خلانا في الحاله اللي نصل بيها الى انه مجموعه من الناس يقفون على طريق العريش رفح وبعدين يختاروا سيارات ويسالوا عن جنود ثم يصلوا الى هدفه بكل بساطه. فمعناها انه في غياب حقيقي للاجهزه الامنيه الاستخباراتيه، يعني الدور اللي بتقوم به الاجهزه الامنيه دور ضعيف جدا. طبعا لو جينا نقلنا الى فكره ان المشايخ لهم مطالب، او اذا كانت المطالب مشروعه وقانونيه مفيش مشكله ابدا في انها تتعالج، لانه عدد من هؤلاء المحكوم عليهم بالاعدام او بالسجن المؤبد او ارتكبوا قضايا جنائيه خطيره جدا، يعني سواء تجاره سلاح او مخدرات او غيره. فنيجي دلوقتي ان احنا نطالب، يعني نعمل ايه؟ الافراج عنهم كارثه ايضا. بالظبط بالظبط. فاحنا في معادله صعبه الان. لكن في يا فندم مطلب تاني، وقف تدمير الانفاق. يعني هل يندرج تحت يعني التخصصات السياديه للدوله اللي صعب ان اي حد يتحكم فيها؟ فكره تدمير الانفاق. لا هو طبعا تدمير الانفاق يمكن الجيش صرح قبل مرة بأنه قبل كده بكتير أنه هو بيدمر الأنفاق لأنه فيه خطورة فعلا في وجودها على الأمن القومي المصري، وطالما المعبر معبر رفح مفتوح يبقى فيش مشكلة. لكن احنا ما نقدرش نربط بين يعني إغلاق الأنفاق وبين القضية اللي احنا كنا بنتكلم فيها من شوية اللي هي قضية اختطاف الجنود، لأنه الموضوع ده موضوع محلي بحت. لكن نربط بين تواجد الجهاديين بالغ الخطورة في هذه المرحلة في منطقة حيوية زي رفح وبين حادث الاختطاف اللي حصل بلا شك. بس احنا ليس هناك دليل حتى الآن على ان المجموعة اللي خطفت الجنود السبعة جهادية، يعني يقال هو كلام الصحف برضه يقال انه من هنتكلم على اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي يمكن حضرتك ما كملتهاش، فكرة المعادلة الصعبة او المعادلة اللي احنا واقعين فيها دلوقتي، ان احنا عايزين نرجع الجنود المختطفين وفي نفس الوقت في المقابل ممكن يتم الاستجابة لمطالب الخاطفين من خلال طبعا مشايخ القبائل وهم همزة الوصمة بين الخاطفين والأجهزة الأمنية المختلفة، وده
هيقلل ويضيع من هيبة أو مكانة الدولة، إن دي هتكون وسيلة للضغط، أي حد عايز يعمل أي حاجة يخطف له كام مجند على كام ضابط وفي النهاية يحقق أو ينفذ اللي هو عايزه. أنا أعتقد إنه ونحن نؤسس لدولة قانون لا يصح أبدا أبدا بأي حال من الأحوال إنه يبقى أي حد هيختطف واحد عشان يساوم الدولة على أحكام قضائية. هنا المعادلة صعبة جدا ومطلوب بس في مشكلة لو المجندين ما لقوش الحل. حضرتك الحل حل سياسي يعني حل سياسي بالدرجة الأولى وعايز حكمة شديدة جدا جدا جدا. في إشارات من بعض الصحف لتواجد حماس كمفاوض أو لحضورها للجلسات الحوارية حول هذه الأزمة وفي المقابل نفي. انا الصمد حقيقه الصمد حضور حماس في المشهد لانه الموضوع هنا مختلف عن موضوع اختطاف الضباط في 2011. الموضوع مختلف لانه القضيه هنا تتعلق بناس محكوم عليهم وان المختطفين ثبت فعليا انهم من شباب القبائل وان المطالب تتعلق بالافراج عن ناس محكوم عليهم جنائيا. ليس لحماس مصلحه في هذا يبقى لها مصلحه لما يكون الامر فلسطيني مصري او له علاقه بالجهاديين او بالسلفيه الجهاديه او اي جماعات متطرفه. انما في المشهد اللي احنا فيه ده حماس ما اعتقدش انها تبقى خالص. في بعض المصادر الصحفيه ذكرت بالفعل ان كان في اجتماعات امبارح ما بين حماس والاجهزه ربما لترتيبات امنيه لا علاقه لها بهذا الحدث او خدت من هذا الحدث وسيله لتامين الحدود او وسيله للتفاهم حول طريقه ما لضبط مسار العناصر. النفي التواجد في شكل واشكال صدر من مراسلنا في رفح اشرف سليلم وذكر منافي البعض مما ورد في بعض الصحف منها الشروق المصري اليوم وغيرها. يعني انتقل مع حضرتك ل يعني بعد حركه التعديلات الوزاريه اللي طالت 9 حقائب وزاريه مجمع ايضا حركه تعديلات في المحافظات متابعه من اخبار اليوم حركه المحافظين خلال ايام لاول مره محافظ من الجماعه الاسلاميه وحقيبتان للقوات المسلحه. يعني في حال صح ذلك ان في محافظ من الجماعه الاسلاميه وحقيبتان للقوات المسلحه، يعني ايه المؤشرات اللي ممكن تحملها هذه التعيينات الجديده لحركه المحافظين؟ هو الحقيقه انا ارفض فكره الترديات في تعيين المسؤولين التنفيذيين في الدوله. القضية مش قضية انتماءات لا للجيش ولا للجماعة الإسلامية، قضية احنا عايزين مؤسس لدولة تتسم بالمؤسسية الحقيقية وبالشفافية وباختيار عناصر كفؤة أو كافؤة لتولي المناصب التنفيذية. فإذا صح هذا الكلام أنا شخصياً أرفضه إلا إذا كان هؤلاء الأشخاص الذين وقع عليهم الاختيار أو سيقع عليهم الاختيار ناس فعلا في منتهى الكفاءة. بس ممكن حد يرد على حضرتك في الجزئية دي يقول لك هي الكفاءات بس في الطيارات الإسلامية، ما أكيد أيضا في كفاءات في الطيارات الأخرى. يعني لو على الكفاءة فهي موجودة في يعني كل القطاعات والفئات المختلفة من الشعب المصري. صحيح، بس طبعا كلنا مواطنون مصريون وليس هناك مانع أبدا إن واحد إذا كان من الجماعة الإسلامية أو من الإخوان أو من السلفيين أو من أي اتجاه يعني يتولى مسؤولية تنفيذية طالما هو إيه كفء لهذه المسؤوليه. والمنتمين للتيار الاسلامي ممكن يردوا بدورهم ويقولوا لما يبقى شخص او شخصين او ثلاثه ده مش معناه ان احنا نقول اخوانه المحافظين او عسكره المحافظين. لا هي وان كان بيعيد للاذهان طريقه تعاطي النظام السابق ان كان عدد كبير من اللواءات كانوا بيشغلوا المحافظين لمختلف المحافظات. الحقيقه وكان في تطلعات ان الامر يختلف بعد الثوره. هو سياسيا يفترض انه الرئيس طبعا احنا لسه الهيئات السياسيه او مؤسسات الدوله لم تكتمل بعد. لكن طبيعي في الديمقراطيات العريقه اي رئيس بيجي معاها المسؤولين التنفيذيين لا مانع من ذلك طالما هو هيجيب رجالته زي ما بيقولوا يعني ويشتغل اهلا وسهلا بيه. اذا والله اخفقوا في اداء المهمه يبقى الشعب عن طريق صندوق الانتخاب هيستبعده. تمام، احنا في النهايه بنشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ عبد الحكيم الشامي الكاتب الصحفي على تلبيه الدعوه وتشريفك لنا النهارده. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. استمرينا مع حضراتكم ومتابعه.